يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند، أخبار جديدة ومتنوعة ومواضيع بنتناقش فيها دايما مع حضراتكم من خلال هذا البرنامج. وكمان أهم فقرة بتكون آخر فقرة، وهي فقرة التواصل مع جمهور النادي الأهلي. بالتالي سؤال حلقتنا النهاردة هو مش عبارة عن سؤال، هو عبارة عن وصف من حضراتكم عن شكل الاحتفال اللي احتفلتوا بيه بعد حسم النادي الأهلي لبطولة الدوري رقم 42 في تاريخه، وكخطوة من ضمن الخطوات المهمة ومن ضمن الأهداف الهامة للنادي الأهلي هذا الموسم، ولسه كمان في أهداف أخرى غاية في الأهمية، وأكبر تحدي تحديدا هو التحدي الأفريقي، وأكيد الاحتفال فيها كمان هيكون مختلف تماما. لكن في العموم أكيد هنقرأ تفاعل حضراتكم مع نهاية حلقة النهاردة من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. كمان عندنا مواضيع مهمة جدا هنتكلم فيها، لكن البداية دايما بتكون بأهم العناوين. يلا بينا في ترند الأهلي. احتفالات الأهلي مستمرة باللقب 42. في الترند المحلي اليوم مباراتان في الدوري. أما في الترند العالمي، محمد صلاح على أعتاب نادي المئة مع ليفربول. طيب يعني تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها باستفاضة، وتوضيحات كمان مهمة ممكن نتطرق ليها مع حلقة اليوم وعلى مدار الحلقة تحديدا. وكل اللي بيهمنا دايما آخر أخبار الأهلي والجديد اللي بتعلق بالنادي في مختلف الألعاب ومختلف الأنشطة، كل ده هيكون بعد الفصل. استنوا.